هاي، أريد قص شعري. أكيد، ولكن لماذا هذا التغيير المفاجئ؟ فلقد اعتدنا عليك بشعر طويل وكنت تعتنين به جيدا. أعلم هذا، وأنا حقا حزينة، ولكني لاحظت مؤخرا تساقطه بشكل مقلق، وأصبح خفيفا وجافا أيضا. هل غيرت نوع مستحضرات العناية به؟ لا، فاعتقدت أن قصه قد يساعد. هل استشرت الطبيب؟ قد يكون السبب مشكلة صحية، أتعتقدين؟ لم لا؟ كانت واحدة من عميلاتي تعاني من نفس مشكلتك، وزارت الصالون مؤخرا وحكت لي أن التساقط استمر حتى بعد قص شعرها، فاستشارت الطبيب الذي أخبرها أن تساقط الشعر من أعراض قصور الغدة الدرقية، وطلب منها بعض الفحوصات التي أكدت التشخيص، وقد وصف لها العلاج المناسب واختفت المشكلة. حقا؟ سأستشير الطبيب إذن في أقرب وقت.